على مستوى الولاية عندنا عدد الشواطئ اللي يسموها السباحة عندنا واحد. On fait la parapente et la plongée sous-marine. C'est le wali. On a un niveau de déchets à l'abord. Est-ce que c'est faisable? Je demande une autorisation 48 heures à l'avance pour quelqu'un qui va faire un baptême pour une journée. Ou là j'ai une formation, ou là il y a quelqu'un qui est diplômé et qui a une projet d'exploration. Est-ce que c'est faisable? Nous dirons une autorisation 48 heures à l'avance. Il a une volonté de faire un baptême, j'ai mis le pour avoir un centaine d'euros. Il fait bien un baptême. Ce qui fait ma douche la liste, ben, déjà fait le programme, mais il me coûte le jour J. Sinon, on ne peut pas le faire. علي شي دير ايسونسييل واخو لو جوج ميم نهار مقبل جو بي با بريفوار معليش قبل ما يخرج انا قبل فهمتي قبل ما يخرج لنا لي ليست باش حنا نعرفو الناس هادو سي بو لا سيكوريتي تاع الناس اللي يخرجوا للبحر حنا نعرفو هادو راه خدمه بحريه قادر يخرج او ما يرجعش دونك لازم تكون عندنا ليست على فونس قبل ما هذه احنا مرفين نتعاملوا بها هذه مرفين نتعاملوا بها كي نجي خارج دوجور نعطيه اون ليست افيك افيك لو كاشي تاع دوجور جي نعطيه دوك انا نقول لك هذه تاع كارت ستشهد سياحية بامتياز. قبل هذا نقف جميعا للنشيد الوطني علم بلادي بلدي المفضل. الذي ينظمه النادي الغوص البحري اللي ايضا فيه مظله المنحدر بارابونت لنادي شطيبي اللي راح تكون من اعالي الجبل الى هنا الى هذه المنطقه. المؤسسات الشبانيه، النوادي الرياضيه والجمعيات الرياضيه. الشاطئ فيه كل على الشاطئ فيها على غرار الولايات الأربعة عشر يعني الأخرى الساحلية، يعني تتشرف ولاية عنبة بالإعلان على الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف اليوم 17 جوان 2023 من شاطئ وسط المدينة لشطيبي، وهذه لأول مرة، يعني هذا شيء يعني يشرف ويفرح يعني سكان ساكنة بلدية شطيبي. هذا المدينة الجميلة بشواطئها ومياهها العذبة، يعني فريمون مكان يعني رائع جدا. فاليوم يعني شرفنا السيد الوالي والسلطات المحلية الأمنية والمدنية والنواب على حضورهم يعني لهذا الإعلان والحفل افتتاح الموسم الصيفي اللي الحمد لله راكم شفتوا، يعني كانت لوحة فنية جميلة جدا، يعني مكونة من عدة أطفال، يعني جمعية رياضية، جمعية شبانية، جمعية سياحية ثقافية، جمعية بيئية،
وبمشاركة كل القطاعات الفاعلة لإنجاح الموسم الصيفي، لأن الموسم الصيفي ما فيهش أنيماسيون فقط، ما فيهش تنشيط، بتضافر كما قلت كل المديريات. فنشكر إن شاء الله كل رجال الإعلام وكل القنوات اللي حاضرة معنا هنا على التغطية هذه، ونشكر يعني كل من ساهم من إطارات قطاع الشباب والرياضة، كل الفاعلين وكل المساهمين في إنجاح هذا الموسم، وبارك الله فيك. حظى بلدية شطيبي حظات بافتتاح الموسم الصيفي، وين دل هذا على شيء؟ دل على المكانة المرموقة اللي تتمتع بها بلدية شطيبي. بلدية شطيبي عندها أوفياءها، بغض النظر عن الافتتاح، عندها أوفياءها اللي يحضرها يعني كل 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 صيف. الهلال الأحمر الجزائري اليوم موجود في هذا اليوم الجميل والذي يعتبر الافتتاح الرسمي للموسم الصيفي لسنة 23 لهذا العام، يكون في البلدية السياحية بامتياز. نقوم بتقديم مساعدات إلى المستضيفين الذين يأتون من بعيد، خاصة الذين يعني يقيمون بهذه الشواطئ، نقوم بتقديم لهم مساعدات وكذلك تقديم لهم إسعافات في حالة ما إذا كانت هناك منادات.